التوانسة في الفترة الأخرانية وليوا مهتمين ويحكيوا أكثر على السياسة في الشارع، القهاوي، الخدمة وحتى مع العائلة. كثروا لي ديبا بين العباد على شكون يستحق يكون رئيس تونس. النقاشات والحديث هذا الكل يزيد كل ما تقرب دات الانتخابات الرئاسية واللي هي أكثر انتخابات يهتموا بها التوانسة. أما الانتخابات هذه ماهيش نهار واحدة كهو يعطيو فيه التوانسة صوتها. نحكيو على رزنامة كاملة لمراحل الانتخابات الرئاسية. باش تنتخب سهل برشا، لازمك تكون مسجل. نهار 5 جويليا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجلت اوتوماتيكمون الناخبين الجدد المش مقايدين اللي باش يغلقوا 18 سنة قبل 5 اكتوبر 2024 واللي تتوفر فيهم شروط الناخب او الناخبة، وكل واحد تقيد في مركز اقتراع باش ينتخب فيه. من 8 حتى 22 جويليا كان عنا الحق نبدلوا من مراكز الاقتراع اللي تحطينا فيهم. اما ما تخافش، مازال عندك فرصة باش تبدل وتختار البيرو اللي يساعدك من 12 أوت ل 20 سبتمبر 2024. توا المترشحين اللي باش نختاروا بيناتهم نهار الانتخابات كيفاش وصلوا للليستة هذيك؟ مش المترشحين والمترشحات الكل اللي يقدموا ملفاتهم يتقبلوا. بين 29 جويلية و 6 أوت يقدموا المواطنين والمواطنات اللي يحبوا يترشحوا للرئاسية ملفات الترشح متاعهم لهيئة الانتخابات. نهار 11 أوت 2024 كان آخر أجل لتعليق القائمة الأولية اللي فيها المترشحين والمترشحات اللي تقبلوا، واللي ترفضوا عندهم إمكانية رفع قضايا عند المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات. بعد تتعلق القائمة النهائية على أقصى تقدير نهار 3 سبتمبر 2024 واللي فيها اللي تقبلوا أوفيسيالمون. باهي، احنا توا وين في هذا الكل؟ احنا توا بالضبط فيما قبل الحملة الانتخابية اللي توفى نهار 13 سبتمبر في تونس و 11 سبتمبر في الخارج. باش الانتخابات تمشي أمورها مريقلة فما قواعد لازم منها، كيما مثلا منع الإشهار السياسي، مؤسسات صبر الآراء ما لازمش تخرج وتعطي أرقام تنجم تأثر على الناس. وباش نضمنوا التعددية وحد ما يفك بلاصة حد، المترشحين لازم ياخذوا حظهم كيف كيف في الميديا، في الظهور الإعلامي والوقت اللي ياخذوه في وسائل الإعلام باش يقدموا برامجهم. من بعد تجي مرحلة الحملة الانتخابية، لأن كل واحد من اللي ترشحوا يحاول يعرف بروحه وببرنامجه للناس. تبدا الاجتماعات العامه، الحيوط تتعبى بتصاور المترشحين والمترشحات ويكثر حضورهم في بلاتوات التلفزه والراديو. وباش يكون فما تكافؤ في الفرص نعطيو للمترشحين الكل نفس الجوري متاع المداخلات الاعلاميه ونفس الاسباس اللي باش يعلقوا فيه اعلاناتهم في الشوارع. ما ننساوش زاده المناظره التلفزيه كيما اللي صارت عام 2019. تلم الناس قدام التلفزه في القهاوي والديار باش يتفرجوا على الديبا بين المترشحين في المباشر ويسمعوا اجاباتهم على الاسئله اللي تتطرح من عند الصحفيين. كي يجي الصمت الانتخابي الناس الكل تصمت. ليه؟ مش هكاك، بل يوم الانتخابات بنهار توفى الحمله الانتخابيه وندخلوا في مرحله الصمت الانتخابي واللي اسمه على جسم هو تو سامبلومون فتره يمتنع فيها كل مترشح انه يكمل يحكي على روحه باش يكسب ثقه المواطنين. بلغة أخرى، الدعاية والإشهار السياسي وأي نشاط تابع للحملة الانتخابية يقف. القانون التونسي هو اللي حدد الفترة هذه بنهاري نهار الانتخابات واللي هو يوم الاقتراع واللي قبله، ويقعد متواصل حتى يتسكروا مراكز الاقتراع الكل. يعني في تونس يبدأ نهار 5 أكتوبر وعن مواطنينا بالخارج نهار 3 أكتوبر. توا نجيو للنهار اللي يمشيوا فيه المواطنين والمواطنات التوانسة لمراكز الاقتراع باش يمارسوا حقهم في الانتخاب، يغطسوا صوابعهم في الأحبار ويحطوا كرواء قدام اللي يختاروه رئيس. يوم الاقتراع باش يكون 6 أكتوبر في تونس وأيام 4، 5 و 6 أكتوبر بالنسبة للخارج. وقتاش نعرفوا شكون رسمياً ولا رئيسنا؟ فما نتائج أولية نقولوا لهم زادة وقتية تحسبهم هيئة الانتخابات. سميهم هكا خاطر ينجموا يتبدلوا في حالة صار طعن قدام المحكمة الإدارية والمحكمة تقبل الطعن هذا. معناها كان فما خلل وإلا أخطاء الهيئة تلغي النتائج. والرسمي الرسمي يعني النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية متاع الدورة الأولى، الأجل الأقصى للإعلان عليها هو نهار 9 نوفمبر 2024. انتخبت أي ومن بعد؟ توا قدمنا زو سيناريوات. الأول كان عنا مترشحة ولا مترشح حبيب الجماهير وجاب الأغلبية الساحقة، يعني لم نسبة أصوات تفوت 50%، مبروك عليه ولا عليها كرسي كارتاج. والسيناريو الثاني كان حتى مترشح ما جاب أغلبية مطلقة نتعديه للدورة الثانية، الكنترول ولا دورة الأبطال متاع الرئاسية اللي تصير بعد جمعتين من الدورة الأولى، والانتخابات تولي محصورة بين الزوز مترشحين اللي لموا أكثر أصوات. كنت تتذكروا في تونس الثورة لليوم ما فما حتى رئيس ربح من الدورة الأولى. في انتخابات 2014 و2019 الزوز وقع تنظيم دورتين، وبالنسبة للسنة ما زلنا ما نعرفوش لا تاريخ الاقتراع لا تاريخ النتائج لا الأولية لا النهائية. الهيئة باش تفيكسي لدات المتعلقين بالدورة الثانية بقرار يخرج دوبة ما يخرج النتائج النهائية متاع الدورة الأولى. وانتوما ماشين تنتخبوا نهار 6 أكتوبر؟